كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. مشيت للحنة شفت هاد الكراط مشيت هزيتهم كنت غادي نبيعهم. تلاقيت مع داك الراجل قال لي سير تسالي بهاد الكراط نبيعهم سير دوز في داركم. قلت له واخا. بعت عليه شويه عيط لي قال لي واش تمشي معايا للحمام تدوز. قلت له بقى معايا. قلت له واخا. ملي ديتهم بيتهم كان هو غادي داخل. قلت له عمي انا عمي قال لي شنو بغيتي. قلت له قلت لي ندخل معك ندوش. قال لي الهزيه بغيتي تدخل تدخل ما بغيتيش تدخل ما بغيتيش. ملي دخلت معاه هو طلع للدوش. قال واحد الراجل قال له الدوش راه بارد. قال خليني ندخل له. ندخل الدوش حيد حوايجو و انا حيد حوايجي. وقال لي حيد الكاسون باش ما يمزقلكش. وانا هبطت قدام باش نشرب وهبطت عند دوك الناس اللي تحت وقلت لهم وطلعوا هبطة. كثر عليا بزاف ما بقاش نقدر نقرا وهادشي اللي تدير ماشي والو. انا قالكت عتقيره ولدك شي الخساره داتو صطافت شي واحد كرفس عليه في الحمام. انا ما عرفتش انا كيسحبني قالوا لك الصياده ولا شي حاجه ما عرفتش. قلت لهم ولات تونات عليا. قالت لي شنو كاين. قالت لي راه ولدك راه تكرفس على واحد راه شدوه في الحمام راه دقدقوه دابا سيري للكوميساريه 14. مشات عليك انسبكت لقيتو تمايا. واش حسيتي صافي تخلعت هنايا ضربت وجهي ورميت التليفون من يدي. عرفتي الناس اللي كانوا معايا غادي كيسقوا قالوا لك الشريفه هي تهدني حسمع الخبر شنو كاين. بعدا عاد ولاو اكدوا عليا قال لك شو قلت لهم واش قصيده ولا شنو واقع. قال لك لا راه ولدك تكرفس على واحد في الحمام دابا سيري. صافي مشيت مخلوع عرفتي ضربت عيود ضربة على وجهي ما بقيتش كنشعر قدامي شنو كاين كاع. اسيدي انا خدنا غير الموقف والو اللي صورناه كناكلو ما سيط علينا ما خاصنا غاديين ما الكرا وهادشي ما مصورين ولا عمي والو. هادشي يا وليدي هادشي راه هزنا القلب ديالنا ما بقاش بلاصتو. رحنا حسبنا الله الوليد غادي تشوه لي في العائله ديالي وتشوه في المدرسه وتشوه في الزنقه وتشوه. هادشي راه ما يبغيه لا ربي ولا عبدو. هادشي ما كيبغيهش ربي. هادشي وكنطلبوا من الجمعيه يعاوننا في هاد المصايب اللي وقعتنا. يا سيدي ما عندناش الحبيب باش ندير لا محامي ولا باش نتحركوا ولا والو. الله غالب ما عندنا الجمعيات وصاحب الجلاله الله ينصر سيدنا محمد السادس الله ينصرو والجمعيات يوقفوا معايا في هادشي. الله يجازيكم بخير. الله سيدنا يوقف معنا. وهادشي راه ما كيبغيش ربي ما كيبغيش العبد. هادشي مجرمين خطيرين مجرمين ما خصهمش يعيشوا في الدنيا هادو. خصهم العقاب وخصهم مؤبد وخصهم ما يعيشوش في الدنيا. هاد المجرمين ما خصهمش يبقاو على وجه الارض. هادشي اللي وقع لولدي يمكن يوقع حتى لاولاد الناس. وهذا ما خصوش ينطلق. هذا خصنا نتصرف فيه. وهادشي اللي وقع لي وقع حتى لولاد الناس. وهادشي خصنا نحاربوه وخصنا نحاربوه. ما يكونش المغرب هادشي. والله ينصر الحكومه والله ينصر جلاله الملك الله ينصر سيدنا. واش هادشي نبغيه الخاطر ما كيقبلوش الخاطر. هادشي راه ما كيبغيش الخاطر. هادشي ما قديناش على هادشي ولدي. حنا ضعفاء وحقروني وزعما هادشي راه ما خصيش يكون هكا.